السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم. جينا نتكلموا، سمحوا لنا ساعة خرجنا الموضوع، جينا نتكلموا على البطولة الألمانية. البطولة الألمانية، بايرن ميونخ لليوم عنده لقاء حاسم، عنده لقاء لحسم القمة مع فارسبوك. هذه الفريق اللي راه يعيش في مشاكل، ونعرفوا بلي هذا الفريق اللي كان في السنوات الماضية، كان الماضي القريب كان هو المنافس الوحيد لبايرن ميونخ. وبايرن ميونخ السنه راه يفوت في ازهى ايامه بالبطوله، بالكاس المانيا، في الكوب دوروب، وراه هذه المقابله رغم ان تبان باللي سهله، بصح المقابله في اللي عند لي زوروبيان ما عندهمش هذه صغير وهذا كبير، قارع لاي نتيجه، قارع لاي انهزام، قارع اي كيما يقول لك اي مفاجاه. وحنايا كيما شلنا لي زالمون، خاصه بايرن ميونخ اللي رايحه دير تحضيرات بهذه المقابله الكوب دوروب لنهار ثلاثه، غادي كاينه مقابله في القمه فانيك. وهذه هي البطوله الالمانيه، البطوله الالمانيه تاع لاعبين، تاع شخصيه، تاع ثقافه. كما نعرفوا بايرن ميونخ بالثقافه تاعو، بالشخصيه تاعو، بالعمل تاعو المستمر، بالرجال اللي يحبوا الفريق، ماشي كيما عندنا لهنا. هو في الفريق ويجيب لهم الجوار يبيعهم ويفتحوا يدي الدراهم، هو بريزيدون ولا هو بريزيدون، وتسيبو يشكي بالفريق. ناس اللي تحب الفريق، ناس اللي تبكي على الفريق، باش نتكلموا، باش نعطوا الامثله لهذا هذا الدود، هذا الحشرات، هذا الدود، هذا الدود، هذو كاسكروطات تاع الدود، هذو غدو يموت يولي كاسكروط تاع الدود. شتبا يولي خمم دراما ما قايمته تاع حاجه، الله يحفظ ويستر. اما لا، لازم نعطوا الامثله، الفرق، الاداره كي دايره، التمركز تاع الاداره، التمركز تاع لي ماناجر، يشوفوا مواهب ناس تخدم. هذه هي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ فريق تاع علم، حنا كي نتكلموا العلم، نتكلموا العلم في كرة القدم، فريق تاع علم. وربي يحفظكم، وتحيا ولاد الجزائر واللي هنا، ولاد الجزائر اللي خارج الجزائر، مشرفين الجزائر خارج الجزائر، وربي يحفظكم وصحيتو.